السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايبه لكم افكار جديده لاعاده تدوير الورق، وبرده نفس الفكره، لو انتوا حابين ان انا اعلمكم طريقه عمل حاجه من الحاجات اللي انا عاملاها دي، قولوا لي في الكومنت ايه هي الحاجه اللي عايزين تشوفوها فيديو طريقه عملها، وان شاء الله انزلها لكم فيديو قريب. اول حاجه زي ما انتوا شايفين السبت ده، على فكرة السبت ده عايزة اقول لكم ان ده اول حاجة انا عملتها بالورق. صحيح هو يعني منظره مش قد كده، ووقع منه وردة من هنا ووردة من هنا، بس يعني انا بعتز بيه جدا لانه اول حاجة عملتها بالورق وفرحت بيها جدا، وعملتها في يوم واحد. اصريت ان انا اخلصها وفعلا عملتها. ده معمول بورق الجرايد، ده ثبت لل بحط فيه المشابك، وممكن كمان نعمل منه نفس الشكل على شكل فازة ونحط فيها ورد، برضو معمول بالورق، بس انا مش جايبه لكم فكرة الورد النهاردة، جايبه لكم الفكرة دي. برضو جراب للموبايل بورق الفويل اهو، بس بقلي فترة ما بستخدمهوش اهو. ده ورق الفويل، ودي قماشة، دي كانت جيبة اختي، ومحدش يقول لها برضو ان انا استخدمتها. دي جيبة اختي قصتها وعملت منها، هي كانت صغرت عليها فعملت منها جراب للتابلت بتاعي. شايفة التابلت فين؟ هحطه لكم، مش موجود قصادي حاليا. مهم يعني انه ده جراب للتابلت، بحط التابلت هنا وبقفل عليه كده هنا كده، يعني هي انا لسه ما عملت لهاش كبسولة كده تقفل هنا، بس يعني كويس وبيوفر، لان انت لو رحتي جبتي جراب لتابلت زي ده، انا فاكرة ان انا اشتريت مرة جراب ب65 جنيه، يعني ما اعرفش على ايه، بس كان ب65 جنيه. اهو ده ما يكلفكيش حتى 5 جنيه، كلها حاجات موجودة في البيت. حتى لو ما عندكيش الورق ده، ممكن تستخدمي بتاع ده اللي هو ورق القص واللزق، برضو ممكن تستخدميه، برضو هيدي الوان حلوة. من الحاجات برضو اللي انا عاملاها البومبينيرة دي، وانا كنت نزلت لكم الطريقة بتاعتها، هي موجودة على القناة طريقة عمل البومبينيرة دي. نحط فيها الملبس، يعني هتبقى شكلها حلو، بس انا دهناها بلون ذهبي بس. اخر حاجة بقى معانا، وهي دي اهم حاجة واخر حاجة انا عملتها، هي المراية دي. المراية دي زي ما انتم شايفين كلها معمولة بالورق على فكرة. انا جايبة مشترية مراية مدورة، وفكرت ان انا ازينها. ده على فكرة اهو، دي كرتون، انا عاملة دايرة كبيرة بالكرتون، والدوريات الملونة دي كلها دي دوريات بالورق. لو انتوا حابين تعرفوا طريقة عمل المراية دي، قولولي في الكومنت وانا هنزلها لكم في فيديو منفصل، طريقة عمل طريقة تزيين المراية بالورق زي ما انتوا شايفين كده اهو. وادي العليقة بتاعتها اللي بتتعلق منها اهي. اتمنى ان يكون الافكار اللي انا مقدمها لكم النهارده من اعاده تدوير الورق عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير لاصحابكم علشان يستفيدوا زيكم، ولو حابين تعرفوا طريقه حاجه معينه اكتبوها لي في الكومنت، وان شاء الله انزلها لكم في فيديو. اقابلكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.